اسمي محمد، عمري 65 عام. جابني واحد السيد، واحد المحسن نهار الدار ديال العزازة، تعاملوا معايا مزيان الله يكثر خيره. كان ما كنتش بطل الدار هذه، كنت متجري في الشارع، مسيب كان مات صداقي. والله خير الحمد لله، واش يقولوا لله، ربي ربي كبير. واخا تسمعوا فيا العيال، تسمعوا فيا المرأة والعائلة، تسمعوا فيا، عطوني من الدرج، كان سيبوني الزنقة، ولكن الحمد لله ربي كبير، ربي كبير. لا إله إلا محمد رسول الله، اللهم أنت الكريم، يا رحمن يا رحيم، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. وقل الحمد لله زبط الناس هذول في هذه المؤسسة، كيتعاملوا معايا مزيان الله يكثر خيرهم، جزاهم الله خيرا. ولكن الحمد لله يا ربي، ديما أحمد الله، ديما أحمد الله، الحمد لله وأستغفر الله، ما عملت أنت شي حاجة. عاودنا على حياتك، كيفاش كانت؟ كيفاش تكونتي أسرة؟ وعلاش تهجرت عليك الحال؟ واخا واخا كنت سيدي غادي خدام الجماعة الترابية، خدام جوج هاد السيدة هادي، عملت مع هاد العائلة هادي، كنت عايش مزيان مع راسي الحمد لله والشكر لله، كنت عايش مزيان. من نهار ديال الحديثة ديال الطوموبيل، ضربت الطوموبيل وطلعت الجلالة على عيني، من تما المرة السابقة هاد السيد ما صالح في بيا وسمحت هي وسيبتني صافي. يعني كنت معاها وعايشين لا معاها كنا الحياة. مزيانين الحمد لله، ما نذكرش الخير، كنا مزيانين مزيانين الحمد لله. ياه كنت مزيان اخي، من نهار الحديثة إلى يومنا هذا وأنا راجع اللور. هذه 3 سنين ديال الحديثة، باقي ما شفت والو، عباد الله اللي كان من سمر، والحمد لله والشكر لله. وهذا اللي ضربني، السيد ضربني مشى بحاله، وما فهمت والو أنا، ما المحكمة وما المحامي وما الشيء، ما فهمت والو منهم. دابا بعد الهضره، واخا بعد الهضره على الاكسيد، واخا سكون كوز ملي وقعت لك الحادثه، المراه ما بقاش طايقه تقع صافي، تقول بقات عندها غلط هي مرة نهائيا. ونهار الحديثة دابا أنا فردي صعدت مصابة في رجلي اليمين هذا، نهار الحديثة وقفت معايا في ديك السبيطار واحد اليومين، مشات بحالها صافي، خرجت من السبيطار مشيت عندها، قالت لي والو الله يهديك الله يهديك، امشي بحالك. جيتي ايوا طلعتي من الدرجه وقلت الناس الدار، قالت لك الله يهديك. الله يهديك صافي، الله يهديك. انا في المؤسسة وما نكذبش عليك، باش الزناقي لا باش في الشارع محمد الخامس، وبات معاه هادي وبات الزناقي، ما نكذبش عليك اخي. كان واحد الموظف معاه كيجي يخلص لي واحد الاوطيل هذا مسكين، كيقول له عمر ما ندخلوش الاوطيل، ممنوع ممنوع العبره يدخل الاوطيل. راه عاديت اخي، راه عاديت عادي الانسان عاديت، كان الوالد يخلص لي الاوطيل كيقول له عنده عوار ما يدخلش الاوطيل، ممنوع عليه. والحمد لله ربي كبير، احنا في المغرب، احنا في المغرب الحمد لله، الملك ديالنا عظيم، الله ينصره الله ينصره اخي ديالي حقك، كما كان جاي الملك عندنا. بنتك فجرت عليك المرأة، ما قالت والو، عاونات عاونات سديدة هي، بالعكس هي متطابقة معاها. بنتك كبرت هي 22 سنة، وانت كتقول لي غادي نعم عليا نعم وصديقك، نعم. عاونات. كيفاش كانت تتعامل معك بنتك؟ لا في الأول كنت تعمل معايا مزيان، ما نكذبش على الله، تعمل معايا من نهار الحديث، نهار ديك الحديث بدلوا عليا مرة واحدة، قال لي زوجتي هادو جزتي ناس اخرين، نهار ديال الحديثة إلى يومنا هذا. أنا ما كنتش كنتظر هذه المعاملة هذه، ما كانتش في بالي، ما كانتش في بالي مرة نهائيا. تطيح فيها أنت، كنت أنا طايح فيها الحمد لله، ما كنا عتلا بالليل لا بالنهار. إيوا يعني الحمد السيدة لله. اللي بدلت لك حياتك. بدلت في حياتي مرة نهائيا، نهائيا أخي، نهائيا نهائيا أخي، لأن بالك التغيير عندي اكتئاب، دابا كلنا فيها اكتئاب كلنا. يا ربي خلصهم. تفضل قولي، دابا الحادثة هي اللي زعما خرجت لك اه من الحياة. الحديث الى يومنا هذا انا باقي مكرفص، انا انت كتشوف اختي وفاش يعني امرأة اللي شنو قالت لك؟ جيتي للدار، قالت لك خرج من الزنقة، ما راحت لك، ما عطاتك ما خويا. راعتني. وتصور خواتها، خواتها كانوا كيزيدوا معايا انا، خواتها الله يذكرهم بخير، علي كيزيدوا معايا انا، كيقولوا دراسة اش غدير عليه، وهي لا هي لا الطاقة ديالك ولا ديالها؟ لا ديالها ديالها. الدار ديالها. وبنتك ديك الساعة اي معاها، اي معاها الى فتشت عليك يومنا. شنو؟ نعم فاش خرجتي من الشارع فتشت عليك بنتك؟ كانت كتفتش عليك؟ لا حتى واحد، حتى واحد ماشي، كنت تكا مع الحيط هيدا عوار، ما كنتش شي حاجه، كنت تكا مع الحيط. جات واحد المحسنه قطعتني الكاراتيره، اه في هادشي اللي كاين، يعني هما خرجوا من الشارع وخلاوك، خلوني خرجت صافي مع الباب. اه خلوني ما هيداك. قلتيش اللهم هذا منكر، عاود لك كيفاش قلتي؟ يعني كيفاش وقع ديك النهار هذيك في بالك؟ شنو غتقول العوار صغاري؟ العوار صغاري ديك الحكي تلاو بيا انا، العوار صغاري ديال العوار دخت العوار شي عائله ديالك تلاو بيا، واه العوار واه العوار واه العوار، قاعد تبقى في شي حاجه غنعمل اخي، ما عندي بالها بنت يا دار العروس غادي جمعتو كيتلاو بيا ادي خلي. لا اله الا محمد، ولكن انا ما كنحقدش عليك العائله، ربي كبير يسامح حقك شي وصافي. مسامح البنت؟ لا العائله مسامحه، اما لك سيدي ما تسمحليش لا دنيا لا اخره، اما الاولاد توحشتي بنتك هذا ضروري. انت مع امراه ظريفه حقك كان، وخايا لا ظريفه واعيه، ولكن دابا يما كنضغط عليها صافي، يما كنضغط عليها، ما سخطتيش عليها؟ كنضغط عليها بزاف، يما هي اللي سالت الشيء، اما العائله عندها التربية ولكن عندها مدام.
سخطت على بنت كناب لا والو ما كان سخطتي والله عيك الحقيقة كان فرحت فيها الله ونعم الوكيل صاحبي كان ربي كبير شو تقدر تقول بنتك هذه البشرية كتسمعنا كنقول لها واش مبروكة والله يهديك والله يهديك هذه طلع عين عليا عين تبع الأب هذا المحرم هذا طلعت عين عليا قالت لي طلع عليا وسمع الطلب ديالي طلع هذه اللي خدي ما خدي حتى شي حاجة منكم كاملين بكم وطلع كتسنى النهار اللي تزور صافي قالت لي عين زيارة فقط عين زيارة كنطلب منه حتى شي حاجة هضر معاه هضر معاه هي كتسمع هاي الزيارة بنتي هاي الزيارة هاي الزيارة بنتي مباشرة مع أنا مع بنتي الله يرحمك الوالدين أجي يزورني وتشوف لي بعد العواشر ربي كبير أنا معدبة بنتي معدبة ما كنشوف ما كنخلف ما والو لا خلف لا نزار لي يدك لا يخليك ما بعيد حتى واحد اللي غيعاودك خير الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذه المؤسسة تبطل لي كثر خيرهم جزاهم الله خيرا الله يهديك بنتي الله يهديك الله يهديك الله يرحمك ما جيت يطلع لي على الدمع كي يهدوني كل ليلة كل ليلة يهدوني الدمع هذا كان يعطيني واحد كلينيك تخيل واحد كلينيك طوالو كانت وحشة كانت أبدي دائما 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 كان قلت نعمل سنة في الدنيا ما عمل ولا عمل الخير عمل شيء على الحمد لله ما كنا كان عمل شيء على مشي زيادة في الدنيا لكن الحديثة هي اللي كتني أنا شحال مشيت؟ هذا ما تقريبا هادي شنو نقول لك نالي زرعوا عليا ما تمامش زرعوا عليا زرعوا عليا دابا هادي شي عامين عامين ما زرعوا عليا عامين ما جاتني عامين ما جاتني عامين باقي راضي عليها والنبي صلى الله عليه وسلم انا ما تحقدوش على الاولاد كنتبعوا المسائل ديال الدين ديالنا حنايا كتخاف تموت وما تشوفهاش دابا انا انت هضرت طيعتيني انت هضرتي انا كنت انا غادي نموت ان شاء الله بحول الله يا ربي ولكن الحمد لله انت كنت ما كيطلوا ما كيهضروا معايا ما والو شنو عامل ما نعرف بغيتي تطلع لي تسمح لي اسمح لها اسمح لها اسمح لها الدنيا والاخره وقدامك الاخ اسمح لها دابا اسمح لها الدنيا والاخره تعيت تمني بعد قلت الاب محروم هذا كلشي ما عندنا خواتي كلشي مات الوالده ماتت الوالده ماتت كلشي مات كلشي مشاو ديالك قلت بقيت بوحدي بوحدي بقيت الحمد لله كنعيط لك تجاوبك لا بي كنعيط لك تجاوبك انا انا مجا انا مجا شحال هذه عمايمي مجا تكون مجا لا حول ولا قوه الا بالله يعني ملي كتعيط لك تجاوبك ولا ما كتجاوبش لا كتجاوبني 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 علاش ما كتبغيش تجي لعندك لا كتجاوبني ياه واش عملتي لها شي حاجه عمرك عملتي لها شي حاجه عمري ما ضربتها عمري عملت لها شي حاجه عمري ما نهضت فيها عمري ما عملت لها شي حاجه كانت عندي فشحه كبيره هي اللي عندي هي اللي عندي هي اللي عندي مسكينه قبل ما تخرج هذه عامه شنو خليتي كتقرا خدامه شنو كدير؟ لا كتقري في واحد المدرسه حره يعني ما عمرك قلت لي من هنا شي واحد يديك غير تشوفها يمشي عبيوك عندها مشيت بيديك كريت طوموبيل 500 درهم كريت طوموبيل مشيت حتى تما وعيطت لقيت مشى عند الخياط كتبت عليا مشى عند الخياط صافي قلت الله يهديك وجيت حالي عاودني كيفاش مشيت توحشتيها ومشيتي انا مشيت بعد الحاله هذه كنت في الحاله هذه مشيت في الحاله بديت سي محمد بعد الحاله مشيت حتى العريش دابا ما حبيت في العريش مشينا مشيت حتى تما وعيطت لقيت مشى عند الخياط وهي انا ما كاين خيط لا ولي ما قال سمعت ما خاطر ما نمشيش وجيت حالي عاود هذاك عاود نفس القاره نفس القاره ما اما ما كتحملنيش شنو قدر تقول اما هي كتسمع حتى هي كتسمع نقول لك واحد حس فيا الله ونعم الوكيل فيها حس فيا الله ونعم الوكيل يعني هي اللي حرمت البنت حسبي الله ونعم الوكيل انا كنقول لك خواتها معايا مزيان وقالوا تهلا في الراجل الراجل ما كيشوف شي وعرج تهلا فيه وهي لا لا واحد النسيب ديال واحد النسيب ديالها مسكين كيعيطوا له محمد هي ما يرغب فيها كيرغب فيها السي فيها غتسيب هذا السيد هذا والو يعني مرة كتقول لك ما واحدة وبنتي كتقول لها بنتي اجي عندي راني كنموت بغيتها نعم عاد تمنى تشوف الاخيره عندك تليفون عندك رقم تليفون انا عندك رقم تليفون ديالي عندك رقم تليفون ديالي 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 حافظ النمره ديال التليفون
اه زكريا عطيك زكريا انا صحافه تينا صحافه ديالي انا عندي اه 06 زيد 74 زيد 27 زيد 23 06 عاود 06 74 27 23 06 عاود نعاود لك 06 الا بغى شي واحد يعاونك يديك عنده الله يهديه بغيت الناس تعاونك باه شي محسن يعاونوني في هذه العمليه هضرنا على العمليه انا عندي هضرنا على العمليه هضرنا عليها الله يرحم والديك انتي ما قلتوش لا والو مره جلاله بغيت نعمل لك العمليه نعم نعم اذا كما قلت مع المتابعين ها هو هضرنا قلنا انا باغي نعمل العمليه وما عنديش واخا الله يجازيكم بخير باغي نعمل العمليه على جلاله وما كاينش يا ايها المحسنين تعاونوا معايا ربي يجازيكم يجازيكم الله يرحم الوالدين هذا انا ضرير ورجلي مهرس ما كان نشوف والو كان هاد المؤسسة عاملة معايا مزيان مؤسسة مسكينة كما كانش هاد المؤسسة كنت غادي متشارك في الشارع كان متعيش في الشوارع الله يرحم والديهم والله يرحم جميع المسلمين والمغاربة كلهم والله ينصر سيدنا والحمد لله احتاجنا هاد العملية اه السيغور ديالك باقي دابا كيضحكوا عليك مع الطاولة اخي باقي دابا طلعت من السين دابا ما كاين والو تنسينا عباد الله الطعام ما كاين حتى شي حاجه عندك شي حاجه اللي تقولها لبنتك انا كنرد عليها والله يعاونك نطمن طلب واحد عيط طلع عليا تشوفني وصافي عيط طلع نسمع الصوت ديالها خدامي اما التليفون ما كافيش التليفون ما كافيش هذه طلع على هذا الاب المحروم مسكين محروم محروم كل شيء ومعذب في الحياه الله يرحم والديك ابنتي الله يرحم والديك الله يعطيك الصحيحه والله يعطيك العافيه هذه شوف هذا الاب هذا محروم مسكين الله يرحم لك الوالدين ما تتبعش الام ديالك خليها ايوا الحمد لله انا مسامحك انا راضي عليك انا مسامحك يا بنتي مسامحك دنيا واخره الله يهديك يا بنتي عيط طلع عليا باقي بلي ما كنعيش يا بنتي هاك كنفكر عليك كنقول لك عايشه الله يرحم والديك يا بنتي انا راضي عليك الحمد لله إذا كما تابعتم معنا متابعين الأوفياء متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في هذه القصة المؤلمة ديال هذا الأب اللي تخلت عليه الزوجة ديالو الابنة ديالو وسمعتوا القصة ديالو يعني كيفاش أنه قدر أنه يجمع واحد المبلغ اللي هو 500 ديال الدرهم وتنقل لمدينة تطوان المركز الخيري اللي متواجد فيها حتى عندها واتصل بها قال بنتي أنا جيت نشوفك قالت له أنا مشيت عند الخياط ما قدرتش بنته ما قدرتش تشوفها هو الحلم ديالو حاليا الأمنية ديالو الأخيرة وهو كيتجاهل هذا النداء حنا حتى حنا كأسرة شوف تي في كنوجهوا لهذا النداء شوف أبنتي أنا عندي 28 سنة راك بنت راجزة وكبيرة وقرية تبارك الله وكنلقاك كتقري يعني تيني مربية أجيال أجي تشوف الأب ديالك في هذه الخيرية راه كيعاني راه كيعاني وباغي غير يشوفك باغي غير يشم الهواء ديالك وباغي غير يحضنك الحضن الأخير قبل ما يموت راه الأمنية ديالك قبل ما يموت غير يحضنك وبالنسبة للمغاربة اللي تابعونا في هذا البث المباشر فكما سمعتوا أنا ماشي يعني ما عرفتش باغي نعمل العملية حتى الأخير هذا الرقم ديال الهاتف ديالو العنوان حاليا يعني تواجد في العنوان اللي بغى يتعاون مع هذا السيد هذا باغي يدير العملية على جلالة حيت هو ما كيتوش شي واحد ينضارب وما عندوش باش يدير العملية العملية راه مكلفة فالرقم ديال الهاتف هو حنا غادي نعطيكم اللي بغى يتصل بهذا السيد هذا يتعاون معاه فالله يجزيه بخير هو حاليا يعني تواجد في مركز الرعاية ديال المسلمين بالدار بوسافة يعني الجمعية الخيرية بوسافة هو تواجد تما حاليا وتما سمعت يعني القصة ديالو يعني قصة مؤلمة وقصة يعني كتهز المغاربة كاملة شنو تقدر تقول للناس اللي في هذا الزمان هذا حاليا باقي كيتخلاو على الوالدين ديالهم وكيسمحوا فيهم يخرجوا من الزنقة ويجيبوا الخيرين كنقول لهاد الأولاد لهاد الأبناء لهاد الأبناء يتهلاو في الوالدين ديالهم واخا كيما كان النوع ديالهم واخا يكون يتهلاو فيهم وربي راه وصى على الاباء والامهات تعاملوا معاهم مزيان باش ربي يجازيكم اما الانسان اللي كيسمع اودي الاباء والامهات غير الانسان هذا ما كيسمعش انا عندي اودي عندي انسان ونتمنى لكم اولادي يتهلاو في الاباء والامهات والحمد لله رب العالمين ردت الوالدين هو كل شيء نعم ردت الوالدين هي كل شيء لا تقل لهم اوف ولا سمع لهم اخر إذا متابعينا الأوفياء إلى هنا وصلنا معكم نهاية القصة الأليمة والمحزنة من دار رعاية المسنين بحي بوسافة ونهاية مدينة تطوان أو القصة ديال هذا الأب اللي تخلت عليه يعني بعد ما مسكين تصاب حادثة سير هي اللي تخيل حادثة سير كتنهي لك حياتك كاملة كتكون مقعد يعني في الكروسة كترجعك مقعد وكترجعك أنك مطرود من البيت ديالك ومن الأهل ديالك ومن الأسرة ديالك والزوجة ديالك والبنت ديالك كتخلى عليك فطبعا هي قصة مؤلمة وطبعا يعني سمعت النداء ديالو الأخير تهلا في الوالدين فالوالدين اللي بغى الربح في الدنيا يتهلا في الوالدين ديالو وهذا السيد كما كانش هاد الدار رعاية المسنين كان غيكون عرضة للشارع عرضة للحكرة
والحمد لله يعني جبر المأوى ديالو جبر الناس الكلفة به هنايا جبر الناس يعني هزها فوق راسه كيشكرهم كما سمعتوا كيشكرهم والحمد لله على كل شيء. وطبعا يعني نعاود نجدد لكم في هذا السيد هذا محتاج انه يدير عملية يعني تبديل البث مباشرة قال انا محتاج انه يدير العملية على العين ديالو فالله يجزيكم بخير والعواشر هذه وشهر رمضان شهر كريم شهر خير اللي يقدر انه يتعاون معاه ويعاون ويدير هذه العملية فالله والله يدعي اجرهم حسين. شكرا على المتابعة ليكم دمتم في رعاية الله وحفظه وما تفرطوش في الويدين ديالكم الله يرضى عليكم.